الفيديو ده لإخواتنا المغتربين اللي بتسافر، اللي شغالة برا مصر في الخليج وفي أوروبا في أي دولة أيا كانت إيه هي. يعني الكلام دوت من القلب، من واحد كان بيسافر وقاعد هنا في مصر بقاله فترة. وأحب أن أنصحكم وأقولك يعني ما تخيبش خيبتي. ليه بقى؟ لأن النهاردة أنت قاعد برا مصر وقدامك فرصة كبيرة قوي أنك أنت تطلع من عنق الزجاجة زي ما بقول. بمعنى ايه؟ النهاردة رات الارض اللي انا واقف جنبه ده كده ممكن النهاردة يعمل 70,000. 70,000 دولت لما تيجي تحسبها مش محصلين ما يجوش 2500 دولار. تمام؟ 70,000 دولت مش موجودين هنا في مصر، عشان نكون واضحين. مفيش واحد هنا في مصر النهاردة من الطايفة اللي هي المتوسطة أو أي حد شغال في مصر ما يقدرش يجمد 100,000، 200,000، 500,000، ما يقدرش يجمدهم يعني. فهنا في فجوة زمنية كده. لو تفتكر زمان كده أيام ما كان أبوك وجدك يقولك إيه ده البيت دوت كان باتنين جنيه وأنا اللي مرضتش أخده، ده البيت دوت كان معرفش وأنا اللي مرضتش أخده. فهي فرصة إن المغترب بره النهاردة يعني ربنا يرزق الجميع، تقدر تكسب وتقدر تحقق فلوس بالدولار، تقدر تستعملها هنا انك تنزل تشتري اصول هنا. لان الوقت الناس مش حاسة بحاجة، واللي بره هم اللي فاهمين، يعني فاهمين حتة الدولار وبيبيعوا بره فين ولا بيحول هنا ازاي. طبعا ما بشجعش الكلام ده، ماليش دعوة بيه، لكن ايه، احنا بنقول نصيحة لوجه الله. الفلوس هنا عادت عزيزة قوي في مصر. انت النهاردة تقدر طول ما انت شغال تحط قدامك هدف انك تشتري كل سنة حاجة. بالنسبة للوضع الجنيه ونزوله امام الدولار دلوقتي، فانت لو بتقبض مثلا 500 دولار، 1,000 دولار، 500 دينار، ايا كان المبلغ اللي انت بتقبضه في مكانك في دولتك اللي انت شغال فيها، ده يعمل معاك هنا شغل حلو قوي. حاول ان انت تستفاد، لان كمان 5 6 سنين كده هنسمع ان القراط اللي جنب ده اللي بنتكلم فيه ان هو يسوى 70,000 النهاردة، محدش معاه 70,000 يشتريه. تمام؟ فانت النهاردة لما تشتري قراط ب70,000 سنة والتانية، ال70,000 دولار مش هيبقوا محصلين حاجة. كانوا هما النهاردة يسووا مثلا 2500 دولار ولا 3,000 دولار، ما يجوش 3,000 دولار، 2500. ف2500 دولار دولت في قراط أرض هما مش موجودين. فأنت النهاردة لما تشتري حاجة باللي أنا بقول لك عليه والأسعار اللي أنا بقول عليها دي، يعني هتحس أنت اشتريت ببلاش. نرجع بقى لأيام جدك وأبوك أيام زمان كده، ما كان بيقول لك ده البيت ده كان ب2 جنيه وأنا ما خدتوش، ده الأرض دي كانت ب10 جنيه وأنا ما خدتهاش. أهو 70,000 جنيه وال100,000 جنيه بقوا زي ال2 جنيه وال10 جنيه. يعني يا ريت الكل يفهم المغزى من الكلام، وربنا يرزقنا ويرزقكم.